أطلق صباح اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور دافيد أودينغار ووزير التربية الوطنية وترقية المواطن الدكتور أبو بكر الصديق شروما أطلقا بداية امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام، وقد قام الوفد بزيارة بعض من المراكز التي تجرى فيها الامتحانات بكل من كندل وواليا وكوليج إيفانجليك بهدف توعية الممتحنين والقائمين على شؤون اللجان بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية أثناء جلسة الامتحانات. وعقب الزيارة أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور دافيد أودينغار بأن الوضع يسير على ما يرام في كل المراكز، مناشدا الجميع على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية أثناء الامتحانات كلبس الكمامات والتباعد الجسدي وغيره من الإجراءات الوقائية. نظرا للوضع الراهن، فقد ترتب على الجهات المسؤولة اتخاذ عدة تدابير كتقسيم المترشحين إلى جلسات مختلفة بحيث يجلس المساق العلمي 3 مرات خلال الأسبوع والمساق الأدبي 3 مرات، وذلك في جلستين خلال النهار لكلا المساقين. وقد بلغ عدد المترشحين للشهادة الثانوية هذا العام 780,500 ممتحن وممتحنة. ونذكر بأنه قد تم إلغاء فقرة الرياضة البدنية نظرا لما خلفه الأمطار بساحات المراكز التعليمية. ما تعلمون هذا العام كان عاما خاصا للعالم أجمع وليس لتشاد فقط. جائحة كورونا أوقفت الدراسة في شهر مارس، في 19 مارس، واستأنفنا الدراسة بتوجيه من مشير تشاد إدريس ديبيت نور رئيس الجمهورية رأس الدولة، أعطى توجيهات بالنسبة لنا في وزارة التربية الوطنية وكذلك وزارة التعليم العالي لمحاولة إنقاذ هذا العام. ولذلك استؤنفت الدراسة في 25 يونيو واستمرت إلى 31 يوليو، وقد نظمنا امتحانات الشهادة الإعدادية، والآن نحن في مرحلة الشهادة الثانوية. الانطلاقة طبعا انطلاقة قمنا بها في منطقة لم تكن في السابق فيها مركز، لم يكن فيها مركز لأسباب وضع الكورونا هذا. نحن قمنا بمحاولة فتح العديد من المراكز بحيث لا تكون هناك يعني اكتظاظ في لا يكون هناك اكتظاظ في الفصول، ولذلك هذا المركز هو مركز جديد، وبالتالي قمنا بإطلاق الشهادة الثانوية في هذا المركز. تجري الامتحانات اليوم في كافة الأراضي الوطنية، وذلك أدى إلى وضع الكثير من الإمكانيات ومن غسيل أيدي والتباعد الاجتماعي وفتح مراكز، ثم العديد من المصححين والعديد من رؤساء المراكز، وبالتالي وضعت الدولة كافة الإمكانيات بحيث أن تصير هذه الامتحانات بالصورة المطلوبة. إن جائحة كورونا المستجد أطرد الكثير من المشاوير، وذلك اتباعا لقرارات الحكومة التي تمنع التجمعات ومنها إيقاف المؤسسة التعليمية، ولكن الوقت قد حان لخوض امتحانات الشهادة الثانوية، ما جعل التلاميذ يبذلون قصارى جهدهم لخوضها. خلال جولة تعقيدية قمنا بها في بعض مراكز الامتحانات للوقوف على حيثيات استعداد التلاميذ، وجدنا الكل متحمس لهذه الامتحانات. بعد أن تم نشر قائمة أسماء المراكز وأرقام الجلوس، فهناك من أبدأ استعداده نهوها وبكل تشويق، إلا أن البعض يصب اللوم على كورونا وما قام به من أرقلات لم تسمح لهم باستمرار الدراسة على وجه المطلوب، وهناك من يصب اللوم على الكهرباء بانقطاعها المستمر وكذلك رداء الإنترنت، وهذا ما قالوه. إن شاء الله سجائزين في دخول الشهادة السنوية، وعلى هذا الواقع نحن مستعدين تجهيزاتها بالمذاكرة المواد العلمية والأدبية بطريقة جيدة إن شاء الله. كورونا لو أجانا يعني صعوبات كثيرة، لأن المذكرات كل ما قدرنا كملنا، لقينا بعض منا، لكن بس الكثير كما لقينا والكثير لقينا الحمد لله، تقول استعدنا فوق الحمد لله يعني واصلوا إن شاء الله. والله نقول الحمد لله صعوبات كي يعني واجهنا كثير، يعني ما عندنا إمكانيات، أنا مدرسين كي تقدر تشيلك يا يعاونك في تدريس زيادة يزيد فوق معلومات وكي
لكن قدر الإمكان ده أنا قدر أجينا ده ننقل الحمد لله راجعنا الفاد وراجعنا الدرسون كل راجعنا سيسي والحمد لله قد نرجع في السادة. آراء متضاربة بين من أبدى جاهزيته وآخر يصب اللوم، إلا أن هناك من كانوا في مختلف الساحات العامة والحدائق لمواصلة المذاكرة والتي يرونها الحل الوحيد لضمان النجاح. طبقا لما ذكر فقد تم تحديد المراكز ووضع أرقام الجلوس في كل فصل وكنبة، ما تبقى هو صافرة الانطلاقة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتبدأ معركة العبور نحو الدراسات الجامعية. تمنياتنا حظا موفقا للجميع. إهياء لليوم العالمي للشباب، فقد نظمت وزارة الشباب والرياضة مؤتمرا نقاشيا موسعا يحمل عنوان تأهيل الشباب من أجل العمل العالمي، ما هي مساهمة الشباب التشادي؟ جرى هذا اليوم الثقافي الكبير لمركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية سيفود، وقد ترأس فعاليات هذه المناسبة وزير الشباب والرياضة محمد روتون كريستيان وبعض من ممثلي شركاء تشاد في التنمية المستدامة وخاصة في قطاع الشباب. تماشيا مع الموضوع قدم كل من السيدة خديجة عبد الرحمن كوكو والسيد ناير بكر والسيد إيمانيل والأستاذ ديجون مؤتمرا نقاشيا يحكي عن أوضاع الشباب بين التحديات والأعمال والمشاركة العالمية، مقدمين بعض الحلول حيث يتم تكوين الشباب التشادي عن طريقها في كل المحاور حتى ينهضوا كغيرهم من الشباب الأفريقي الذي حقق أرقاما قياسية في الساحة المحلية الإقليمية الإفريقية والعالمية. أيام ده يوم مهم مرة للشباب هنتشاد كله، أيام ده جو لهم والموضوع السنة اختاروا ذات موضوع بلا مهم يخص كيف الشباب قدروا قاعدين بخدموا وكيف هم موبيليزي ليأخذوا مبالاتهم وشنو كونتريبيسيون حقهم. كلام ده عنينا جينا قدمنا ما الناس هنا الهوار ده وبخصوص ومن الفولونتاريا خصص في الفولونتاريا وصبت كيف الفولونتاريا ده بخدم وكيف الشباب نقدر بالفولونتاريا ده نموبليزي هم وكيف يعطوا بيساعد البلد عشان يتطور. والله اليوم جينا نخشنا في الجورنة انترناسيونال انا جينيس وهجينا كلام انا اوبجيكتيف انا جينيس انا تشاد. اليوم جينيس انا تشاد جاي سي اكتيفيتي كتير جاي يسنسيبليزي ناس واليوم جينا عشان يسو بيلان ورابور زاتاكي انا اكتيفيتي انا جين انا تشاد وكان انا كان بانيليس كل اخر شكرا لجينيس انا تشاد عشان جينيس انا تشاد عند امبيسيون وعند اوبجيكتيف ليان ديفلوبمون انا تشاد. مواضيع سمحت للمحاضرين من الشباب تقديم أسئلة واستفسارات ومداخلات ترفع الشباب التشادي نحو الأفضل، إلا أن يسرى عبد الرحيم ترى أن من الأفضل أن يدخل هذا العنوان أمر آخر من الواقع الذي نعيشه بدلا من العالمي وهو الوحدة والتفاهم، وضع النقاط على حروف من أجل نهضة الشباب التشادي وتسليط الضوء على مساهمة الشباب في مواجهة جائحة كورونا المستبد. أنا كلمت بتيم حقهم يعني كلموا فوق قال كيف شباب يشاركوا في العالم كله في كل شيء يكون في العالم، بس أنا وريتهم قلت يعني التيم يعني ما ممكن يكون أول في شيء يعني صعب لأننا هسه قاعدين فوقها هنتهدي حق الكوفيد 19. شوفنا الشباب كانوا يعني شاركوا معنا مشوا صعدوا الناس واحدين اليوم خلاص سدونا في البيت قلنوا قودوا مشوا ودلهم يعني حاجات كده لفيف دول بيقولوا بكلام فرنسي، ويعني ما ممكن يتكلموا كيف الشباب كلهم يلقوا واحد يا اكسيون كوردوني ويشوفوا كيف نحللوا حس عنينا حالتنا القاعدين فوق ده عشان حالة دي حسة خطيرة. في ناس كتير هم يعصبوا خلاص فات تحدي ده فات الوبا فات لكن هما فات في دول كتير شفنا حس رجع تاني. آراء ونقاشات وتفاهم عاشها الشباب التشادي، الأمر الذي دفع وزير الشباب والرياضة محمد كريستيان يقوم بمداخلة جيدة أسرجت نفوذ كل الحاضرين من قطاع الشباب بتصريحه عن إقامة مؤتمر لمناقشة الأوضاع في نهاية كل شهر بين الشباب والمسؤولين. الجدير بالذكر فإن الشباب التشادي عاش أجواء فريدة من نوعها لم ينم بها من قبل أو منذ وقود، وهو الجلوس مع المسؤولين في قطاع الشباب لمناقشة أمورهم بكل شفافية وتفاهم. ما شاء الله أنا نقول الشباب التشادي هذا إيد الشباب العالمي. أنا نشكر وزارة الشباب الرياضة وكل البارتنير جو عمل هذا الحفلة
وأنا نطلب من الشباب نكون شباب متربطين، نكون شباب عندنا حب الوطن، ونكون شباب يعني ما نطلبه في المطالب باطلة، يكون شباب عملي. إنسان عمل هو ينجيك، وإنسان عمل هو يجيب النتيجة. عشان هيك أنا نطلب الشباب نكون متوحدين، نبنوا تشاد هنانا بيد واحد